يعتبر هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية جدار برلين. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها. كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. شكراً سيداتي وسادتي على حسن المتابعة في أحداث مباراة اليوم. نلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات قادمة. إلى اللقاء. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكرة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا، انتهت تغطيتنا، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.